السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى جميع السواق، مع التحية. نلاحظ الخطوط العرضية اللي وسط الشارع، خطوط طويلة فتحات قصيرة، نتابعها في الفيديو. فتحات قصيرة وخطوط طويلة، هذه راح تشوفونها عند الإشارات الضوئية أو عند الدوارات، هي موجودة عند مصادر خطر لتهدئة السرعة وكذلك أخذ المسار المناسب لك. هي موجودة عند مصادر خطر، نلاحظها. يفضل في هالمناطق عدم تغيير مسارك أو عدم التجاوز. مع تحياتي لكم، عبد الخالق الخاجة، وشكرا.